ما رح أسمح لهذا الشي يصير، ما رح أسمح لحدا أنه يأذي زوجي. بدي أعرف مين هن وشو لسه بدهم يعملوا، وليش هذا الأذى وشو الهدف منه. جاج فاردان سينغراثو، ألو؟ مرحبا مدام، حضرتك كريشا سينغ راثود، مرته للأستاذ ديفراج راثود. تفضل، شو القصة؟ مدام بدي أتأكد أول شي من شوية معلومات، ممكن أعرف لقب عيلتك الأصلي لو سمحتي؟ شاتور فيدي. شو هو اسم والدتك؟ سودها شاتور فيدي، بس ليش كل هالأسئلة الشخصية لو سمحت؟ مدام عم اتصل من البنك، بصراحة تواصلت مع زوجك أكثر من مرة، ما عم يرد على موبايله، وما أنه في حساب مشترك بينك وبين زوجك عنا بالبنك، عم اتواصل مع حضرتك. طيب في مشكلة يعني؟ الأستاذ ديفراج عم ينقل 200 سهم من الفندق تبعه للأستاذ جاج فاردان سينغراثود. كيف؟ وقبل ما تتم هيك صفقة كبيرة، البنك بيتحقق وبيتأكد منيح حتى ما تصير مشاكل. معناتها خليها بالانتظار، لأنه هذا الإجراء الوحيد حاليا. تمام مدام، شكرا على وقتك. إذا خلاني ديفراج بعد عنه، مستحيل أقدر أهتم فيه. للأسف قرايبينه صايرين أعداؤه بهالبيت، وأنا شو لازم أعمل لحتى أحمي منه؟ أميرة كريشا، ما شفنا منك غير الحب والاحترام، أنت كتير منيحة، عطينا فرصة تانية نخدمك. نحن منوعدك ما ننساكي، وإذا احتجتينا رح نكون معك. بعرف الحق علي، المفروض كنت خليك توعدني إنه ما تتركني أبدا، كان لازم توعدني الضلاري. شو الفايدة؟ شو ما حكيت ما رح ترجع للحياة. داكش لو وعدتني كنت معي هلأ، رح جن. ما قدرت أني ودعك قبل ما تتركني، بتذكر كل وعد وعدته. وشو رح أستفيد بعد ما رحت؟ ما كنت قد وعودي، ولولا استهتاري ما كنت خسرتك. ليش عم اتذكر هاد الشي؟ شو الفكرة؟ أنا بعرف إني كنت السبب اللي صار، وما قدرت أحميك. أنا تعبت.